أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا عادة أنه إذا مات ميت اجتمع النساء وجمعوا لأهل بيته مبلغا من المال وأعطوها إياه، فهل هذا العمل جائز؟ إن كانت فقيرة، إن كان أهل البيت فقراء يساعدونهم هذا شيء طيب، أما إذا كانوا أغنياء فلا، هذا لا حاجة إليه ويعتبر بدعة. نعم.